الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السنوسية الوسطى إلى قوله رضي الله تعالى عنه، ثم شرع في ذكر صفة المخالفة للحوادث مفسرا لها ومعرفا، فقال: ويلزم أن يكون محدث العالم ليس بجرم ولا صفة للجرم. ويلزم أن يكون محدث يعني خالق وموجد العالم، فتح اللام، كل موجود سوى الله تعالى، مخالفا للحوادث في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فالمخالفة عبارة عما ليس بجرم، لأنه إما أن يكون مركبا ومتحيزا كالجسم، أو بسيطا ومتحيزا كالجوهر الفرد. والجوهر الفرد هو أصل المركبات، فإن كان هناك تركيب فالمؤلف والمركب هو الجسم، وإن كان بسيط وليس مركبا فهذا هو الجوهر الفرد. وذلك أمارة الحدوث، يعني ما كان مؤلفا ومركبا أو متحيزا فهو حادث. وعبر بالجرم عندما قال أن يكون محدث العالم ليس بجرم، عبر بكلمة الجرم ليشمل المركب وهو الجسم كالجسم، وغيره كالجوهر أي الفرد. ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص بخلاف العكس فاعرفه. يعني إذا قال ليس بجرم فهذا هو الأعم، فيستلزم نفي الجرمية تستلزم نفي الإيه؟ الجوهر. ولا صفة للجرم، يعني لا يكون صفة للجرم، يعني لا يكون جرما ولا يكون صفة للجرم. يعني صفة الجرم هي العرض، عرضا يقوم بالجرم واجبا له العدم في الثاني من الزمان، يعني في الزمن الثاني، لأن العرض يوجد في أول زمن وجوده ولا يبقى في الزمن الثاني، ولهذا لا يبقى العرض زمانين. ولهذا قال: واجبا له العدم في الثاني من الزمان، فلا يبقى زمانين، فلا يبقى له زمانين. وهذا النوع هو الثاني من العالم، كالحركة والسكون والسواد والبياض. هذا النوع هو الثاني، والأول هو الجرم أو الجوهر. فالعالم إما أجرام أو جواهر وإيه؟ وأعراض. وبالجملة يستحيل عليه تبارك وتعالى الجرمية والعرضية، يعني يستحيل أن يكون جرما أو قائما بالجرم وهو العرض، إذ لو كان تعالى جرما أو عرضا يقوم به لكان من العالم، وذلك يؤدي إلى حدوثه، لأن كل العالم حادث. لما عرفت من وجوب حدوث الأجرام وصفاتها، يعني حدوث الأجرام وأعراضها
ولا متحدا بغيره أن يكون معه واحدا، وإلا فإن بقي موجودين فهما يعدان اثنين لا واحدا، وإن لم يبقيا موجودين فلم يتحدا، وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فكذلك، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. وأن يكون ليس في جهة من الجهات، لأنه لا يعمرها إلا الأجرام، وأن لا تكون له هو أيضا جهة، لأنها من عوارض الجسم. يلا بشي. قال الشارع رحمه الله: لما عرفت أي علمت فيما سبق لك من وجوب حدوث كل جرم من الأجرام الشاغلة للفراغ، ولا فرق في ذلك بين الأجرام الكثيفة والشفافة كما سبقت الإشارة إليه. ووجوب حدوث كل صفة من صفاتها، يعني صفات الأجرام، يعني أعراضها التابعة لها في التحيز، إذ الأعراض لا تحيز لها استقلالا، يعني الأعراض متحيزة بالتبعية، فليس تحيزها استقلاليا، بل تحيزها تابع لتحيز الأجرام. وإذا كانت الأجرام والأعراض حادثة، فالعالم كذلك حادث لترقبه منهما، وصنيعه قديم لما عرفت فيما سبق من وجوب قدمه جل وعز ووجوب بقائه. ثم شرع يتكلم في معنى الاتحاد، وهو عبارة عن صيرورة شيئين شيئا واحدا، يعني معنى كلمة الاتحاد، والاتحاد على الله تعالى محال، هو صيرورة شيئين شيئا واحدا، يعني أن يكون هناك شيئان فيصير شيئا واحدا، هذا هو الاتحاد. والاتحاد محال. ليه محال؟ يعني بمعنى أن يصير شيئين شيئا واحدا. ليه؟ لأنهما إن بقيا بعد اتحادهما، يعني هذا بقي وهذا بقي، فهما اثنان وليس واحد، هذا بقي وهذا بقي، وإن لم يبقيا فليس هناك اتحاد، لأنه لا شيء موجود، وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فكذلك، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. إذن فالاتحاد باطل في جميع صوره. نعم. ولا يخفى أنه مستحيل مطلقا في القديم والحادث. يعني الاتحاد بالمعنى المطلق اللي هو صيرورة شيئين شيئا واحدا مستحيل في القديم والحادث، وهذه صوره. إن بقي بعد الاتحاد فهما اثنان، وإن لم يبقيا أيضا لا اتحاد، يعني إن بقيا فلا اتحاد، لأن هذا باقي وهذا باقي، وإن لم يبقيا فلا اتحاد، لأنه أين الاتحاد مع عدمهما، وإن عدم أحدهما وبقي الآخر، هذه هي الاحتمالات العقلية الثلاثة، إذن فلا اتحاد أيضا على الثلاثة احتمالات. وبرهانه ما ذكر في العقيدة، ويلزم أن يكون محيط العالم ليس بجرم ولا صفة للجرم، ولا متحدا، يعني ممتزجا بغيره، أي حرف تفسير، يكون معه أي مع الله محيط العالم واحدا، أي بعد الامتزاج والاختلاط. يعني هناك اتحاد آخر ليس بمعنى صيرورة شيئين شيئا واحدا، وإنما بمعنى الاختلاط والامتزاج، يعني شدة الامتزاج بين شيئين في هذه الحالة، يستحيل أيضا أن يكون الله تعالى
واحدا بعد الامتزاج والاختلاط. والدليل على عدم اتحاده تعالى بغيره هو ما أشار إليه بقوله وإلا بأن اتحد وامتزج واختلط مع غيره، فإن بقي معا موجودين على حالهما فهما يعدان بتشديد الدال المهملة من العدد اثنين لا واحدا، فلا اتحاد إذن للقطع بأن وجود أحدهما ليس عين الآخر. ومن المقرر أنه يلزم كل ماهية وجوب سلب كل ما عداها عنها، وإن لم يبقيا معا موجودين بأن عدم معا كان الموجود غيرهما لا هما، فلم يتحدا أيضا، وإنما لم يتحدا وإن عدم أحدهما يعني أحد المتحدين وبقي الآخر على ما هو عليه من الوجود، فكذلك يعني يمتنع الاتحاد أيضا. فهذا هو دليل بطلان الاتحاد، هو هذا هو الدليل العقلي على أن الاتحاد باطل، وهذا هو مذهب النصارى عندما قالوا إن الله تعالى اتحد أحد الأقانيم اللي هو الكلمة بجسد عيسى، فصار عيسى عليه السلام هو وجزء أو أقنوم من الذات الإلهية شيئا واحدا، يعني صار المسيح بعد الاتحاد مع الله هو الله، لأنه صار هو والإله شيئا واحدا. لأن المعدوم لا يتحد بالموجود أي لا يصير عين الموجود لتنافيهما وتنافرهما. ثم شرع يتكلم في لوازم الجرم والعرض فقال: ويلزم أن يكون محدث العالم ليس في جهة من الجهات الستة، بأن يكون فوق الجرم أو تحت الجرم أو يمين الجرم أو شمال الجرم أو أمامه أو خلفه. لو عددت هنا حتلقى ستة، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، يعني يستحيل أن يكون في جهة من هذه الجهات، وهذه كلها مستحيلة على الله تعالى لأنه لا يعمرها إلا الأجرام، لأن شغل الجهة يستلزم التحيز، وكل متحيز فهو جرم، والله جل وعلا يستحيل أن يكون جرما فلا يكون في جهة. نعم. وأيضا لو كان في جهة لاحتاج إلى من يخصصه بجهة دون أخرى فيلزم الحدوث. وأيضا فالجهة إما أن يكون أصغر منها أو أكثر أو مساويا، وذلك يوجب قدره، يعني يوجب قدره، يعني تحديده بمقدار مخصوص، يعني يوجب تقديره، فيحتاج إلى المقدر، والتقدير هنا معناه التحديد. ليه؟ لأنه في فرق بين القدر بإسكان الدال والقدر بفتحها. ما هو الفرق؟ يعني قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولا بقدر، بإيه؟ بقدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وليست القدر. فما الفرق؟ يبقى القدر بإسكان الدال معناه التقدير والتحديد والضبط. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره، وكل شيء عنده بمقدار، يعني محدد ومفصل ومبين، ولذلك سميت ليلة القدر. القدر ما معناه في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ ما معناه القدر؟ يأتي في اللغة اللي هو بإسكان الدال بكم معنى؟ بثلاثة معاني. القدر بمعنى الشرف، تقول فلان ذو قدر، والقدر بمعنى التبجيل والتعظيم، ومنه قولك: المسلمون يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبجلونه ويعظمونه. والقدر بمعنى التحديد،
والتفصيل. قال تعالى في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق. يفرق يعني يفصل ويحدد ويضبط كل أمر حكيم. ولهذا سميت ليلة القدر بالمعنى الثالث الذي هو الضبط والتحديد، وليس بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، لأن في ليلة القدر تضبط، تبين وتحدد الآجال والأعمار والأرزاق، يحدد ذلك في صحف الملائكة. أما القدر بفتح الدال هذا مؤاخي لكلمة القضاء، أن تؤمن بقضاء الله وقدره، والقدر هذا أمر يتعلق وتعلقات القدرة، وهو مرتبط بالقضاء، وهذا ليس له زمن وليس له يوم وليس له ليلة، فهو القضاء والقدر متعلقان بالعلم والإرادة. عرفنا الفرق بين القدر وبين القدر. ومعنى ليلة القدر يعني الليلة اللي فيها التحديد والضبط، وليس المراد بها الليلة التي نزل فيها القرآن، لأن القرآن لم ينزل في ليلة واحدة، بل نزل في منجما ومفرقا في أكثر من 20، يعني ما يقرب من 23 سنة، ولم ينزل في ليلة واحدة. نعم. فإن قلت لو كان الاختصاص بالجهة يوجب التقدير لكان العرض مقدرا، فالجواب إن العرض ليس في جهة بنفسه بل بتبعية الجوهر. يعني ما في مشكلة أن تقول إن العرض مقدر، لكن مقدر بالتبعية للجوهر، إذ لا توجد 10 أعراض إلا في 10 جواهر، فكيف قدرنا الأعراض بأنها 10؟ بالتبعية. يعني مثلا إذا كان هناك سواد لا يمكن أقدره إلا بالجسم الذي يقوم به، أقول هذا سواد هذا سواد هذا سواد، أعدد ما هو أسود فأقول عندي 10 سواد، كيف عددتها 10؟ بعدد الجرم الذي قامت به، أما هي السواد هو السواد، يبقى يقدر به بالتبعية. نعم. ويلزم أن يكون محدث العالم ألا تكون له هو أيضا جهة، يعني لأن كون الجهة له تعالى يستدعي الجهمية أيضا، لأنها أي الجهة من عوارض يعني خواص الجسم. يعني لا يكون شيء في جهة إلا إذا كان جسما، فالجهة من خواص الجسم، وخص الجسم بالذكر دون الجرم، لأن الجسم لا يكون إلا مركبا، بخلاف الجرم فإنه يطلق على المركب وغيره كالجوهر. فوق لما نقول فوق يعني جهة الفوق، هذا من عوارض عضو الرأس، يعني الجهات هذه في أصلها ليست حقيقية اعتبارية، يعني هذه الجهة فوق، لكن هل هي حقيقة؟ يعني مثلا ما يلي الرأس فوق، طب وما يلي الرجل ماذا يكون؟ تحت. افترض أن إنسانا قلب نفسه فجعل رأسه تحت ورجله فوق، فهل تصير هذه الجهة تحت ولا فوق؟ لكن هي بالنسبة لمن فوقنا تحت، إذن فالجهة بالنسبة للإنسان تختلف عن غير الإنسان، يعني جهة الفوق بالنسبة للفرس ما يلي الظهر وليس ما يلي الرأس، بل ما يلي الرأس بالنسبة للفرس جهة الأمام،
وميال الظهر جهة الفوق، أما أنت ميال الظهر جهة الخلف وميال البطن جهة الأمام، وبالنسبة للفرس ميال البطن جهة التحت. فسبحان الله. لأنه لو على 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 سبيل الافتراض لو جاز أن يقال إن الإله في جهة الفوق لجاز أن يكون في جهة التحت، لأن السلفية مثلا يقولون بالنزول الحقيقي، فإذا نزل إلى سماء الدنيا كان في جهة التحت وكان العرش في جهة الفوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففوق من عوارض عضو الرأس وتحت من عوارض عضو الرجل ويمين من عوارض العضو الأيمن وشمال من عوارض العضو الأيسر وأمام من عوارض البطن. يعني بالنسبة كل هذا بالنسبة للإنسان، مثلا أين اليمين بالنسبة للإنسان؟ العضو الأيمن. وأين الشمال؟ العضو الأيسر. لكن بالنسبة للفرس اليمين هو الجنب الأيمن والشمال هو الجنب، وأمام من عوارض عضو البطن بالنسبة للإنسان، وبالنسبة للبهيمة العكس، وخلف من عوارض الظهر، وبالنسبة للحمار جهة الفوق ميال الظهر. إذن فكل هذا محال، لأن هذا من خصائص الأجسام. قال الشارح: ففوق وهو الجهة العليا من عوارض عضو الرأس، وتحت وهو الجهة السفلى من عوارض عضو الرجل، ويمين وهو الجهة اليمنى من جهة الكبد من عوارض العضو الأيمن، وشمال وهو الجهة اليسار من جهة القلب من عوارض العضو الأيسر. يبقى القلب في جهة الشمال والكبد في جهة اليمين، فإذا أحسست بألم في الناحية اليمنى فهو في الكبد، وإذا كان من الشمال فهو في القلب. وأمام بفتح الهمزة وهو من جهة الدام من جهة العينين من عوارض البطن، وخلف وهو من جهة الوراء من جهة القفا من عوارض الظهر. وهذه الجهات حادثة لحدوث الإنسان، وقد نص العلماء على أن الجهة لا تكون إلا للعاقل، وغير العاقل لا جهة له. فإذا قلنا عن يمين المسجد وعن يساره فإنما هو بالنظر إلى العاقل. يعني الجهة في الحقيقة لا تكون إلا للعاقل، لأنه هو الذي يتجه، الجهة من الاتجاه. أما غير العاقل فهذه باعتبار العاقل، فتقول عن يمين المسجد أو عن شمال المسجد باعتبار الإنسان الذي هو عند المسجد. والحاصل أن كونه في جهة أو الجهة له محال في حقه تعالى، ولا غرابة في هذا لوجود ذلك في حق بعض الحوادث كالليل والنهار مثلا، فإنهما ليس في جهة ولا جهة لهما. فإذا تعقل يعني مثلا بقول لك الجهة هذه من خصائص الأجسام، وكونه في جهة أو له جهة هذا محال في حق الله، ولا غرابة في هذا، لأنه ليست الجهة محالة فقط في حق الله، بل هناك أمور حادثة ليست إله، ومع ذلك يستحيل في حقها الجهة، كالليل والنهار. الليل والنهار مخلوقان، لكن أين اتجه النهار أو أين يتجه الليل؟ لا جهة لهما، ولا فإنهما أي الليل والنهار ليس في جهة ولا جهة لهما. فإذا تعقلناه في حق الحوادث، يعني إذا تعقلنا نفي الجهة في حق بعض الحوادث، فكيف في حق القديم سبحانه وتعالى؟ إذا كان هناك شيء حادث ومخلوق وليس في جهة، فكيف يستحيل أن يكون الله تعالى ليس في جهة؟ فما بالك
في حق من بعد عن الأوهام تبارك وتعالى، فقد ظهر لك من كلام المصنف رحمه الله ورضي عنه أن الجهات مستحيلة عليه تبارك وتعالى مطلقا، سواء كانت منفصلة عنه أو متصلة به كما ذكره المصنف، نفعنا الله به وبعلومه. فالمنفصلة قوله، وأن يكون ليس في جهة من الجهات، لأنه لا يعمرها إلا الأجرام. والمتصلة قوله، وأن لا تكون له هو أيضا جهة، لأنها من عوارض الجسم، فليس الجهة متصلة به وليست منفصلة. فاعرفه فإنه نفيس وغريب. ومن استحال عليه أن يكون جرما، استحال عليه أن يتصف بهذه الأعضاء ولوازمها، ويجب أيضا أن يكون قائما بنفسه، أي ذاتا لا يفتقر إلى محل، ويستحيل أن يكون صفة. عندما قال حتى إن بعض من تعاضى هذا العلم ويدعيه توهم وفهم أن ذلك بمعنى واحد، والعيان أو العيان يكذبه، فما زلت معه إلى فهم ذلك، وحمدا لله تعالى على ذلك، ولله الحمد. ومن استحال، ومن استحال يعني امتنع عليه أن يكون جرما يشغل فراغا بحيث يسكن فيه أو يتحرك، ولا فرق في ذلك بين الكثيف والشفاف. استحال امتنع عليه أن يتصف أي تقوم به وينعت بهذه الأعضاء، جمع عضو، وهي القطعة من الجسد السابقة المتقدم ذكرها، ولوازمها كذلك من افتقار وحدوث وما أشبه ذلك. ولا يتوهم في الذات العالية إذا لم تكن جرما ولا قائمة للجر، ولا تتصف بصغر ولا كبر ولا حركة ولا سكون، وليست في جهة ولا لها جهة، أن ذلك نفي لوجودها، لأن هذا توهم ممن حصر الموجودات فيما تخيل من الأجرام والقائم بها. وإذا أنت فهمت بنفي الجهة، سواء كانت يمين أو شمال، ونفي الكبر والصغر ونفي الحركة والسكون، أن ذلك نفي لوجود الله، إذن أنت حصرت الموجودات في الأجرام أو في الأعراض. معنى هذا أنك تنفي وجود غير ما هو جرم وغير ما هو عرض. إذن فبهذا تدخل الإله سبحانه وتعالى في جملة الأجرام أو في جملة الأعراض، إذن فيكون مثلها، فلا يكون إلها، فوجب ألا يكون جرما ولا يكون عرضا. وليس نفي لوازم الجرمية من الجهة والفوقية والتحتية نفي للوجود. ليه؟ لأن الموجودات لا تنحصر في الأجرام والأعراض. ولما فرغ من ذكر صفة المخالفة للحوادث، شرع في صفة القيام بالنفس، وهي الصفة الرابعة من الصفات السلبية، فقال: ويجب عقلا ونقلا أيضا له تعالى من آض يئيد إذا رجع، أن يكون تبارك وتعالى قائما بنفسه. ثم فسر قوله قائما بنفسه بقوله أي ذاتا، يعني هو تعالى ذات، والذات قائمة بنفسها. أما الصفة فهي لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بالذات. فمعنى قائم بنفسه أي أنه تعالى ليس صفة، وإنما هو إيه؟ إله موصوف بصفات الكمال والجلال والجمال، ليس كما يقول النصارى إنه تعالى صفة، يعني صفة الألوهية أو صفة العلم أو صفة الحياة قامت بغيره، أي قامت بالمسيح عليه السلام، فيصبح الله تعالى صفة، والمسيح عليه السلام أو الجسم الذي قامت به صفة الألوهية يكون إلها. فهذا هو معنى صفة القيام بالنفس، أنه تعالى ذات وليس صفة.
لأنه لو كان صفة هيفتقر إلى محل، لأن الصفة لا تقوم بنفسها، يفتقر إلى محل أي ذات سوى ذاته العلية، ويستحيل يعني يمتنع أن يكون سبحانه وتعالى صفة يعني معنى من المعاني. هكذا فسر بعضهم القيام بالنفس فيلام في مقتضى هذا اللفظ، وهو ما لا يفتقر إلى محل كما سبق الجوهر والقديم، إذ كل منهما لا يفتقر إلى محل أي لا يكون صفة لغيره. ويخرج من مقتضى هذا اللفظ الصفة قديمة كانت أو حادثة، فإن الصفة مطلقا لا بد لها من محل تقوم به. ولما وقع الاختلاف بين الأئمة في معنى القيام بالنفس، والاختلاف راجع إلى الاشتراح من غير خلاف في المعنى، فمن الأئمة من اشترها على ما تقدم أشار إلى ذلك الاختلاف بقوله، يعني من الأئمة من فسر القيام بالنفس بهذا المعنى، هو أنه تعالى ذات وليس صفة، ومنهم من فسر القيام بالنفس بمعنى استغنائه تعالى عن المحل وعن المخصص، وهذا أخص من التفسير الأول، لأنه يخرج مشاركة الجوهر له في هذا التفسير في هذه الصفة، والدليل على استغنائه عن المخصص ما سبق، يعني هو تعالى مستغني عن المحل. لماذا لا يحتاج إلى محل؟ لأنه ذات، والذات تقوم بنفسها. أما الصفة تحتاج إلى المحل لأنها لا تقوم بنفسها، فإذا هو تعالى مستغني عن المحل يعني الذات، وليس المحل هنا معناه المكان، لأن نفي المحل بمعنى المكان هذا مرتبط بصفة المخالفة للحوادث. فمن أهل العلم من فسر القيام بالنفس باستغنائه عن المحل يعني الذات، وعن المخصص يعني الفاعل، لأنه تعالى واجب له القدم وواجب له البقاء، فلا يحتاج إلى مؤثر إلى فاعل، فهو مستغن عن الفاعل اللي هو المخصص وعن المحل اللي هو إيه؟ الذات، لأنه تعالى ذات. ومنه يعني ومن الأئمة، وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله، من فسر يعني بيّن قيامه تعالى بنفسه باستغنائه عن المحل يعني عن الذات، والمخصص لكسر الصاد يعني الفاعل. وعندما تسمع استغناءه تعالى عن المحل لا تفهم المحل يعني المكان، وإنما المحل يعني الذات، والمخصص يعني الفاعل. ولا قائم بنفسه على هذا الاصطلاح إلا القيوم. ليه؟ لو خدنا الاصطلاح الأول أنه معنى القيام بالنفس الاستغناء عن المحل فقط، يبقى حيدخل فيه الجوهر، خلاص حيدخل إيه؟ الجوهر، وحيدخل القديم، لأن كل منهما مستغن عن الإيه؟ عن المحل. إنما إذا فسرنا القيام بالنفس بمعنى الاستغناء عن المحل والمخصص، فعلى هذا تخرج مشاركة الجوهر له، يعني لله تعالى في صفة القيام بالنفس. فواحد يقول لنا الجوهر قائم بنفسه والذات الإلهية قائمة بنفسها، إذن فالجوهر شارك الله تعالى في معنى القيام بالنفس. فإذا فسرنا معنى القيام بالنفس بأنه مستغن عن المحل وعن المخصص، إذن يخرج الجوهر، لأن الجوهر له مخصص له فاعل مع أنه قائم بنفسه. إذن فالتفسير الثاني أعم وأشمل. ليه؟ لأنه خرج به مشاركة الجوهر لله تبارك وتعالى. نعم. ولا قائم بنفسه على هذا الاصطلاح إلا القيوم سبحانه، يعني على هذا الاصطلاح اللي هو إيه؟ تفسير القيام بالنفس باستغنائه تعالى عن المحل وعن المخصص، يصبح هذا المعنى مخصوص بالله سبحانه وتعالى. فإن الجوهر وإن استغنى عن المحل
بمعنى أنه ليس صفة لذات أخرى، فهو مفتقر أعظم افتقار إلى المخصص لذاته بالوجود بدلا عن العدم الذي كان عليه، وبالمقدار والصفة اللذين هما عليهما دون غيرهما. ثم هو بعد محتاج في إبقاء ذاته وصفاته إلى خالقه ومولاه جل وعلا، ولولا إبقاؤه تعالى للكائنات إلى ما شاء من الآجال لانعدمت كلها في الحال. فقد استبان أن القيام بالنفس بهذا التفسير الثاني أخص منه بالتفسير الأول. عندنا تفسير خاص عشان يعني يخص الله تعالى وحده، وعندنا تفسير عام يدخل فيه الجوهر، لأن هذا التفسير الثاني فيه ما في الأول وزيادة، فيه ما في الأول اللي هو الاستغناء عن الإيه؟ عن المحل، وزيادة اللي هو الاستغناء عن الإيه؟ المخصص. ولهذا كان الجوهر في التفسير الأول يشاركه تعالى في مجرد التسمية بالقيام بالنفس، وفي التفسير الثاني لا يشاركه في التسمية به فاعرفه. وإلى هذا أشار بقوله وهو أي التفسير الثاني أخص من التفسير الأول، لأن فيهما في الأول وزيادة كما تقدم فلا تغفل. ويخرج بالتفسير الثاني أيضا مشاركة الجوهر له، أي بالتفسير الثاني في هذه الصفة، يعني صفة القيام بالنفس. ولما ذكر أن معنى القيام بالنفس على التفسير الثاني هو الاستغناء عن المحل والمخصص، احتاج أن يقيم البرهان القاطع على وجوب استغنائه تعالى عن الأمرين. الأمران هما المحل والإيه؟ أما دليل استغنائه عنه دليل استغنائه تعالى عن المخصص هو ما أشار إليه بقوله والدليل، أي البرهان القاطع على وجوب استغنائه تعالى عن المخصص، يعني الفاعل، يعني المحدث، الفاعل بكسر الصاد اللي هو المخصص، هو ما سبق يعني تقدم من وجوب قدمه، لأنه تعالى قديم والقديم ليس مسبوقا بالعدم، إذن فلا يحتاج إلى مخصص أو إلى مؤثر أو إلى فاعل، فهو واجب له القدم ووجوب بقائه، يعني أن الاحتياج إلى المخصص يستلزم الحدوث. يعني لماذا تعالى لا يحتاج إلى مخصص يعني مؤثر فاعل؟ لأن الذي يحتاج إلى ذلك هو الحادث، لأن أثر المخصص لا يكون إلا حادثا، لأن القديم حاصل الوجود واجبه، وتحصيل الحاصل محال، والحدوث على ذات مولانا جل وعز وعلى صفاته مستحيل لوجوب القدم والبقاء للذات العلية وصفاتها، فاحتياجه تعالى إلى المخصص مستحيل. وأما استغناؤه تعالى عن المحل فهو ما أشار إليه بقوله والدليل عن استغنائه تعالى عن المحل أي عن الذات، فاستدل لذلك في أصل العقيدة بثلاثة أدلة. الأول قال أنه لو كان صفة لاستحال اتصافه بالصفات المعنوية. ليه؟ لأن الصفة لا تتصف بصفة، الذي يتصف هو الذات، يعني لو كان صفة استحال أن يتصف بالصفات المعاني والمعنوية، إذ الصفة لا تقوم بالصفة. ولأنه هذا هو الدليل الثاني، ولأنه أم ثلاثة أدلة، ولأنه أيضا لو كان صفة لافتقر إلى محل يقوم به، ثم إن كان المحل إلها مثل الصفة لزم تعدد الآلهة، وإن انفردت الصفة بالألوهية وأحكامها لزم جواز قيام الصفة بمحل، ولا يتصف المحل بحكمها وهو محال، وأيضا فليس كونها إلها بأولى من كون محلها إلها. نعم. الأول أنه أي دليله لو كان تبارك وتعالى صفة أي معنى من المعاني أي الأشياء التي ليست بذوات لاستحال يعني امتنع اتصافه تعالى بالصفات المعنوية الثبوتية، وهي كونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما
ولا استحال أيضا اتصافه بصفات المعاني الوجودية وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ثم علل كونه ليس بصفة بقوله إذ الصفة أي معنى لا تقوم بالصفة أي معنى، يعني الصفة تقوم بذات لأن الصفة معنى والمعنى لا يقوم بالمعنى، فلا نقول العلم قادر ولا القدرة عالمة، وإنما نقول الذات قادرة والذات عالمة. ووجه الاستحالة في ذلك أنه إذا كان تعالى صفة وهذه الصفات واجبة أن تقوم به تعالى، لزم على هذا الفرض والتقدير أن تقوم الصفة بالصفة، يعني يكون العلم عالم أو العلم قادر أو العلم مريد أو الإرادة عالمة إلى آخره، هو محال لأن الصفة لا تقوم بها الصفة. إذ لو قبلت، يعني لو قبلت الصفة أن تتصف أن تكون صفة ولها صفة وهي صفة، لو قبلت أن تقوم لزم ألا يعرى صفة عما قبله عما تقبله، لزم ألا تعرى صفة عما تقبله من الصفات، تبقى الصفة ذي الذات فلا تعرى عن الإيه؟ عن الصفات. إذ القبول نفسي لا يتخلف، يبقى إذن لا توجد صفة تعرى عما تقبله الصفة الأخرى. فإذا قبلت القدرة العلم يبقى العلم لازم يقبل العلم، وإذا قبلت القدرة أن تكون قادرة يبقى أو تكون لها علم يبقى يقبل العلم أن تكون له إرادة. إذا القبول إيه؟ نفسي لا يتخلف، لأن هذه صفة وهذه صفة، وذلك يستلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود. كيف هذا؟ يعني لو قلنا إنه العلم ده حيبقى قائم به علم، طب العلم اللي قام بالعلم برضو يحتاج إلى علم آخر يقوم به، والعلم الآخر يحتاج إلى علم آخر، يبقى حيدخل في الوجود من الصفات ما لا نهاية له، لأنه ما من صفة إلا وتقوم به بصفة أخرى وهلم جرا. ولهذا قال يدخل في الوجود ما لا نهاية له، لأن الصفة القائمة بها هي القابلة للاتصاف بالصفات. ثم ننقل الكلام إلى تلك الصفات القائمة والصفات القائمة بالقائمة والقائمة بالقائمة وهكذا، فيلزم فيها ما لزم في التي قبلها، يعني كل صفة يلزم فيها من القبول للصفات الأخرى ما لزم في التي قبلها وهلم جرا. ودخول ما لا نهاية له في الوجود محال، فاتصاف الصفة بالصفة محال، والإله يجب اتصافه بالصفات. يعني مثلا هذا الجهاز مثلا نقول عليه أسود أبيض، يعني يتصف بصفة اللي هي البياض والسواد، لكن لا نقول في البياض إنه أبيض أو في البياض إنه أسود أو في البياض إنه أحمر، لا يمكن قيام صفة بصفة، فالصفة تقوم به بموصوف اللي هو ذات. فثبت أنه تعالى ذات لا صفة قطعا. والدليل الثاني على وجوب استغنائه عن المحل لأنه لو كان تعالى صفة أي معنى من المعاني لافتقر لاحتاج إلى محل، أي ذات يقوم به قيام الصفة بالموصوف، وإنما افتقر لذلك لاستحالة قيام الصفة بنفسه، فلو كان تعالى صفة لاحتاج إلى ذات. ثم ننقل الكلام إلى ذلك المحل اللي هو الذات الذي قام به. فإن كان المحل الذي قام به إلها مثل الصفة، يبقى إذن حيصبح عندنا إلهين، الذات والصفة نفسها حتكون إله. التي قامت لزم من ذلك تعدد، يعني تكاثر الآلهة، وهو محال لا يتصور في العقل وجوده بوجه من الوجوه. وإن انفردت الصفة يعني استقلت بالألوهية وأحكامها، يعني تكون الألوهية في الصفة وليس في الذات، من كون الصفة عالمة بكل معلوم وقادرة على كل ممكن ومريدة حية إلى آخره، إلى آخر صفات الإله. والمحل أيضا الذي قامت به لم يتصف بشيء من ذلك، لزم جواز إمكان قيام الصفة بمحل
يعني بذات، ولا يتصف ذلك المحل الذي جاز قيام الصفة به بحكمها. يعني حتكون الصفة هي الإله أو هي العالمة، والذات التي قامت بها الصفة لا تكون إلها ولا تكون عالمة ولا تكون قادرة. فمعنى هذا أن الصفة تكون قامت بمحل يعني بذات، وهذا المحل لا يأخذ الحكم، يعني تبقى القدرة قائمة بالذات والذات غير قادرة، أو القدرة العلم قائم بالذات والذات غير عالمة، إنما العلم يبقى. إذن في هذه الحالة ما الذي حدث؟ حدث محال عقلي، وهو قيام الصفة بمحل، وهذا المحل لا يتصف بحكمها، لأن الصفة إذا قامت بمحل أوجبت له حكما. يعني إذا قامت صفة العلم بذات أوجبت حكم، وهو قيام العلم بهذه الذات، فكيف تقوم الصفة بذات ولا توجب لها حكما؟ فهذا باطل. يلا شو. وهو جواز قيام الصفة بمحل ولا يتصف ذلك المحل بحكمها محال لا يتصور في العقل وجوده. يعني هذا لا يمكن تصوره في العقل، أن تقوم الصفة بموصوف والموصوف لا يأخذ الحكم. والدليل الثالث على وجوب استغنائه تعالى عن المحل، وقال ثلاثة أدلة ذكر اثنان، ذكر اثنين مما يعقد تصوره لو كان صفة أي معنى من المعاني، فليس كونها أي تقديرها إلها بأولى أي أحق وأهرى من كونه محلها الذي قامت به. يعني لو كانت الصفة إلها، هل يعقل أن تكون الصفة هي الإله والمحل الذي قامت به أي الذات ليس إلها؟ ده بالمحل أولى، أولى بالألوهية من الصفة التي قامت به. فليس كونها، يعني كون الصفة يعني تقديرها إلها بأولى أي أحق وأحرى من كون محلها الذي قامت به إلها، بل محلها أولى بذلك. ولك أن تجعل هذا الدليل الثالث من تمام الثاني، يعني ممكن تقول إن الأدلة اثنان فقط، فتجعل هذا مكملا للدليل الثاني وهو ظاهر. فعلى هذا يكون استدل في العقيدة على وجوب استغنائه تعالى عن المحل بدليلين فقط، لأننا جعلنا الدليل الثالث مكملا للدليل الثاني وهو ظاهر. والله أعلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره. اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك اللهم صل أفضل صلاتك.